مثلا اخاف الازرق فوالا اخاف الازرق كاين المنيو تاعي حوت باش يكون كله حوت كاين المنيو تاعي الحم كله الحم كاين المنيو تاعي الجاج كله ما يعملوا تي غيمير ساعات في المنيو كيكا برشا على الجاج الحم تاعنا خاطهم اللي ياكلوا الحمات وفهم معناها فرويد مير وبعدين نبدا دسم دسم بيسالش تسمعش كلام وياس راسهم راهو انت ما تفرجش تسمعش كلام برشا معناها ديما تعب نحاولوا لا فراته ولا تفريط فوالا ما ندلوا ما نحرموش أيوة مثلا 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 كي نحبوا نعملوا دي تاخت سالي نجموا تاخت في عظمى نعملوها بالبات تبدا فيها برشا زبده وبرشا البات تبدا خفيفه نجموا نعملوا في عظمى فرينه البيضه نعملوا فرينه الشوفان في عوز مثلا الروز فرينه الروز فرينه الشوفان القمح العدس حتى العدس مرحي نجموا نطيبوا فيه دي معناتها دي بات نتاع مثلا كخيب الكخيب في عظمى فرينه البيضه نجموا نعملوها بفرينه معناتها نحاولوا نحسنوا من الكاليتي فوالا جوستومون باش ما باش معناتها ما يكونش المخاطر نتاعها برشا على جسم الانسان دونك لهنا اللي فخا ما نخلطوش خلينا نمشيو نبداو من المرحله بالبدايه ما نخلط اول حاجه ما نخلطوش هذه اول حاجه ثاني حاجه مثلا لي بواسون غازوز نحاولوا ما ناخذوش غازوز مي ناخذوا حاجه اخرى كيما الغازوز نجم نعمل دي جو ناتوريل في الدار كيما نجمو نعملو الاوغازيفي نحطو فيها نعناع نحطو فيها سيترون نحطو فوالا اروماتيزي نجم تعوض الكازوز نجمو معناتها فوالا الاوغازيفي ماهوش كالوريك لا ماهوش كالوريك ما فيه حتى كالوري وحتى الغاز نتاعو ماهوش مضر معناتها حتى الغاز نتاع الاوغازيفي ماهوش مضر يعني نجمو نزيدو عليه اغوم شويه في كعبه فريز هكا موجود نجم فريز نجم تفاح تنجم البرقدين تنجم تحط النعناع تحط القارص تحط الجنجم تحط اللي تحطه في معناتها في الاوغازيفي وتولي لك بلوز موا كيما الجازوز كيما الجازوز في مطعم بنا نحن ابخي تو علاش نشربوا في الجازوز بوغ هكا السونساسيون تاع الحاجه اللي فيها الغاز اي دونك لهنا نجمو ناخذوها بالاوغازيفي وتكون صحيه تخي بيان واقل كالوريات اقل كالوريات اقل ديزاديتيف اقل سكر اقل كل شيء معناتها صحيه تخي بيان شغل بلون صحي صحي اكثر دونك ما نخلطوش لوغازيفي نحاولوا اون انتيغ الخضره في الماكله نتاعنا كوسوسوا نيه ولا طايبه مثلا سلايد كيما قلت انت بكري سلطه بالفروي دو مير نجمو نعملوا سلطه نتاع عدس نجمو نعملوا سلطه طايبه نجمو نعملوا سلطه خضره سلطه طايبه نجمو نحطوا كل شيء هاي رست مسحك عليها وي بطاطا وسفنيريا وجبنه سفنيريا ما تقلقش سفنيريا طايبه ولا نيه ما تقلقش جوست نحب نصلح المعلومه اللي منتشره على سفنيريا مسكينه سفنيريا راهو ما فيهش الكميات نتاع السكر المهوله اللي نحن نسمع عليها دونك حتى كي تيب المؤشر الجليسيمي نتاعها ما يطلعش دونك يقعد ديما منخفض ما يقلقش عكس البطاطا عكس البطاطا البطاطا ماهيش خضره بطاطا مصنفه من النشويات سي فيكولون فيكولون فوالا كيما البطاطا كيما الكسكسي كيما البقره كلهم نفس العائله دونك السلطه الطايبه نجمو ما نحطوش فيها البطاطا نحطوا فيها السفنيريا نحطوا فيها الجلبانه نحطوا فيها اللوبيا نحطوا فيها بيتخاف بون البيتخاف كي تيب يطلع السكر نتاعو مي هكا كي يتخلط مع بقيه الخضره ينقص شويه معناتها ما يقلقش شويه شويه من كل حاجه مانيش باش نحط كيلو بيتراف ولا باش نحط بيان سور بورسيون يعني سلايطه كعبه ولا زوز ماكسيموم يعني باغ بور شاكان ولا البيتراف وقتاش يقلق كي تاكل معناتها كي تكثر من الاستهلاك نتاعو كيما معناتها حتى السفنيريا مثلا كي تاكل 700 غرام سفنيريا تولي وقتها طالع سكر في الدم اما كعبه كعبتين ثلاثه مانيش مشكله ما يقلقش فوالا دونك السلطه الطايبه هاكا تكون عينه مزيانه التفويح نتاعها زاد ما يبداش مشخشخ فما اللي يعملوا ليسوس اللي تبدا صوص فيها اصفر العظم وتبدا فيها الزيت نتاع التن والكل معناتها تتشخشخ الصوص اللي فيها فوالا نحاولوا لي فينيغريت نتاع السلايط نتاعنا يكونوا ليجي كيما شنو نجمو نحطوا القارص نجمو نحطوا الخل نجمو نحطوا مغرفه زيت معناتها زيت زيتونه زيت زيتونه ما اكثرش نجمو نحطوا الغوتا الريغوتا جبن الابيض المتاخت دونك هذوما اقل شويه كالوري من اللي انك باش تحط فيها برشا زيت والا كاليسوس اندستريال وكل نجمو نعملوا صوص الاي في الدار ياغورتا ناتوريل نحطوا فيها ثوم نحطوا فيها دي فين زيرب ونخلطوها في الميكسور تولي كيما اون صوص الاي نجمو نفوحوا بها السلطه نتاعنا فوالا الزيتون وكل مالح لا نبعدوا عليهم نبعدوا عليهم ديجا نحنا باش ناكلوا ماكله مالحه نزيدوا ملح على الملح يولي برشا برشا دونك السلطه ما فيهاش ملح تاكل كعبة زيتون هيك قاعدة تتصيد راهي صفا قاعدة تتصيد في روسيت لا مش تحضر في روسيت صفا انت تتصيد ماذا بيك تاكل هي ما كي نسمع على الديجان ونشد روحي هو شفت كي نحطوا نحن شوية ملح في الصوص نتاع السلاطة خير من اللي نحطوا فيها الزيتون والفاريونت والتون خاطر يوليو أملح
بالطبيعة أي سي كي تحط أنت شوية ملح وتفوح بيه سلطة خير ما شكون حتى يمشي يحط النشوة لونشوا زاد أي هكما ياسر يولي برشا برشا باش تسبلنا برشا انحباس الماء لوندومان معناتها البوا باش يزيد برشا هو البوا ليلة الغيفيون علاش يزيد مش على خاطر كلينا برشا ديكالوري نو سولمون مي خاطر كلينا برشا حاجات مالحة وبرشا حاجات حلوة دو تيل فاسون باش تعمل لي ريتونسيون دو لوندومان دونك نحنا بور ايفيتي لو بروبليم تاع الريتونسيون دو نحاولوا نقصوا الملح اللي باش نزيدوه داكا دونك الملح اللي نطيبوا بيه هكا هو سي لارجومون سوفيزون دونك عملنا سلايطه عملنا سلايطه طايبه اذا تنجم تكون ان سول روبا معناتها مش سول روبا مي اون سول سورس دو بروتيين لونتري معناتها سورس دو بروتيين يعني معناتها يا لحم يا حوت يا دجاج حاجه برك حاجه برك والا نفس العائله معناتها كانك باش تعمل الدواجن هكا الكل ودجاج ودجاج والكل كي باش تعمل حوت باش يولي حوت والفخوي دماغ كي باش تعمل الحم هاكا الحم حم وكبدة سينو الكبد مال البدن مسكين معناتها السيستيم ديجستيف مش باش يفهم يعني كي نخلطو مثلا اتيتخ ديكزامبل الحم ومثلا ودجاج مشكلة والا الحم وفخوي دماغ مشكلة هنا الحم والدجاج ما يقلقش برشا مي باغ كونتخ الحم والفخوي دماغ والحوت كي تخلطهم ثلاثة من بعضهم هما اللي باش يسبب بالحق معناتها خاطر كل حاجة وقداش تقعد تتهضم في الهضم نتاعها فوالا فما اللي تقعد 9 سوايع فما اللي تقعد 3 سوايع فما اللي تقعد ساعتين فما اللي تقعد ساعة دونك البدن غيالمون باش يتعب صحيح واحنا ليلة كاملة باش نقعد وناكلو مازلنا احنا مازلنا احنا مازلنا في الطاولة الصحية احنا مازلنا في الطاولة الأولى خاطر صحية بخلاف الحلو فما الشاركوتخي فما الجبونات فما برشا حاجات أخرى دونك مازلنا باش ناكلو نحنا دونك خلينا بشوية بشوية اختيوا اختيوا خلينا دونك عملنا سلايط عملنا لو بلا برينسيبال نتاعنا دونك كيما قلنا باش يكون كومبوزي فيه لي فيكولون بيان سور نشويه هنا نقليه وشنو اقل ضرر دو بريفيرونس اقل ضرر نشويه